بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الإمر وين جوابت الشيخ علي وجيس أيان السجود أن بإذن الله باري ما دام الدستور كي الدين تو إسكو قصي دوت كو علمي قال أيان أسي الدين دونا بل لكن وحن ربائنا وكهر مرو رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية مدن حمسة عبد بره سعادة سواء أدن وحدون يا إنه كل واقع إسكو شان دين تقولها وسيرة الفدرال الصومالية قالها سو وزارة أمنية دولة الفدرال الصومالية الله وضنين اللي يرادو فرتاك ويساق قد شيء بيشا من ريحان سيدو كالي ماركي سي حوش نما يدهان او ماتشارتين يساقنا وحا الله وضا وزارة أريمها قدها دولة الفدرال الصومالية فيقي والا عني كرسيقة فيقي الدود باكا تاقن ماشا ماركي سي لقين دونو إن بنان عدلا لديك دونو إن وسائر داريمها دبدا لو ديبي دونو يا إن وسائر دا حنانا دا حولا حولهين حولهين أما تمرت لو ديبي دونو بدان نما يدهان إساقنا وحا لو ديبي دونو تكنولوجيا دا إسكارسين تا وحا لوكو بدلي دونو ننكي هاد دكار تيك توك وان حريري لكن كو فشل مي أو قد شاي دول بانتي دول بانتا إساقنا وحا هو حسن شيخ محمود سيداس أولا شقين إياه رئيس الوسائر حمسة عبد البرري مركو كله واقع قلها وسيرة وحدونية إن الدبدة آذو ماشى وآذا يمن قانو من مصر بو آذي الربع وحاس كيسي بها وينتا ماركا يسي أيو آذي الربع هشيقنا رئيس الوسارة إنو معنيه حاس يرلي يهي حوغو تاسي الظلمي يسكو دربي نقونا يسا وآيو أدونك والسوشال ميديا وحلقة يابا هدي إذا عدى ألطي مادنان رئيس الوسارة مين يرو ليا مدن قلاه ده ترادان إن معركة سيحاسكي وينا أو قري سيججر توريركا دا نقانيسا إن لو تورو أو ريركي أو بربرو هل كاسو الدنبي ويدي كاسو غارو مركا شعبك سوماليا دو حان لان نايبرا بلشادو كجرا آد بي قويساسكا وغا هادلان كجوكسا دا معني إيادانا مركا رئيس الوزارة دي بدو آدي ربا مالما سو آدن سعيد عبدالله الدني مدحويناها الدولة دا بنتلان مدحويناها الدولة دا سومالي لان مصبيحي إيو وليبا مارك رئيس الوزراء وضن كإثيوبيا أبي أحمد وحيكون كل من ربان مجال هذا أدي سببا عاصمة فدرال كإثيوبيا وحين قيل ربان وضع هذا الإيشيس وما قرحونا من أود الدميو مدحوينا صومالي هذا الكاسي حسن شيخ محمود الضباء وعربنا مركز برنامج كان قلنا فاسألوا أهل دقري إنتم إن كنتم لا تعلمون شيخ علي وجيس هذا الكي كل رفطي وحن ربنا ولماذا أقول له شيخ وإن شيخ الله لا شيخ قاسم شيخ صالح أيان سود ويننا شيخ قاسم كسر دوو شيخ علي وجيس وحويري حسن شيخ محمود لجمه إيمان كرو ولا الدورتي أنت الله يسن كاسي وهايستو مامل جبلات أما الدو برلمان حتى كمهر إيمان كران هذاي كار إيمادان وإن لا ويرى را إن لا ويرى را وحلاه فسير كرا ويرى رد قفكو كل من كرا أما والو قد أوعي كرا مسحية هاي سيد الشيخ قاسي وشاقي سعد دالد أنه هو الرمينا حسن الشيخ محمود أمير المؤمنين ميهي إن لا عبد عمي قلت يسح وحوص ميهي مسه ولا ردين كرا أهلا أهلا وفو سلامك أخيار دا ومدى صوماليات ونقلقي سنيسا يوكوب حد دقي سن دونان وسلام ميا وارون وحوالبا إلهي وحوليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وحاذا وحيدين كأوغين ذات وحكأوغ هلا ويدي ومعنى ذي هاي أما فاسأل به خبيرا خبرضا وحان وحكأوغ وحلق ويدي شيخ هذا الكيسة وهذا الكيسة اللبات ويان أما كليبك اللبات وصودايو كي هوري هي كان ما كلا الدوانة لكن واحد يكون كلا الدوين كليا من قبيل كهد الله يمد هذا السيطوس دولة يا قبيل يا قانون اسكو جرا أرطى الشيخ شغ علي وجيس نوحو أحا أهل الدين أما الله التالي أما دحوين أحان نقضو أما سيكستب أحان نقضي ولي لو ما أديك سنين سياسة إن لا يراد الشيخ ومدى لحظة السياسة كلحظة المركز الوريس و
وحسن شيخ محمود أديك سدو شيخ ها ها أديك سدو محوما لطريو مدحونا أقول لطلي كرا حد بقول لطلي تلوسي حد حد هذا الكيس التلفي عنا كجرتي لكن تلداس مصين أسوه لكن تلدا كجرت وحاكمدا وحوير الشيخ سياس ومطلو ما حدا بك داني دمك علي ريب بل الله ما عذاب كرو وانا لا عذاب دقاليها لقى قوستي بل وحا لقى قوستي وهي نينك ليرا حمزة عبد الباري دقاليه انتو كقوستي ولو وحو يروى يهود لبجارو آيب يهود سوقاتي ولو وحو يردتك الهي هتو عذابه طوبي لا إمانان بل الله وعذابنا يحتى ولي طوب ماله ولي وحي ليرا إتوبيا آذية ديري حد مدحوينه لطليع مدحوينه دول او ياهي حد تلد بمبو هل كان كبحي عن لغو عمل فلن تلد اسيق حد تحوين ايو قري انو دولة السيئين او يرادو وردان هفيرنين شعب كبولين وحدوان لقام قوي كارو انو يرادين اما انو يراد عنه وان اري لكن والي قد ديري سيدا فرماجو ننك اللي يرادو الشيخ شريف أي ويرادين مدح وينو وان كلاعظ اللي بلين إنا لإقابين وان قلت ديرين مركز شيغو لطليع مدح وينا عدوية أردان كبول شدا عدد صدان مغلي لطليع مدح وينا أمنيقة لطليع مدح وينا الدين تاي أوقافتا لطليع مدح وينا محي أي سياسة دا انت أصولي مدح وينا لطليع البدن بولي sida hadda la igu sheegay qatalkiisa waxa la yiraahdaa la taliya madaxweynaha dhanka diinta iyo isku xirka carabta sidaan maqlay saasa u qoran isku xirka carabta carabtu wixii soo dhaxgalay ee siyaasada carabta iyo meeshii ma aragtay ee qaabkee wax ku dhignaa iyo meel hadii carabta imaadaan inuu ugaan ku noqdo iyo uu u kala gudbiyo siyaasadiisa madaxweynaha dawladda kala taliya iyo hadda taawe sida aad u qoran laakiin hadda wuxuu ka hadlay diin kaliya ma aha la taliya siyaasadda ayuu noqonaya oo madaxweena taytalku wax isbedelaya mowduuc siyaasadeed wey okay mowduuc siyaasadeed madaxweynuhu haduu kala taliya ma hume qaabku u daliilsaday sheegu ma saxba haduu waxaan leenahay qaabka sax ma noqonayo wuxuu san sax ku noqonayn مدح وينا فيدرالكا يا صدرت وحا صدرت بارلمان دينة إسلامكا بارلمان صدح بقول قف ولا لوش قادنا يا أو وحي رمان سكا أي ودي جيان ومدان أيجا أمير صدرت ملدي كرا وامية وايا وبرلمان ودستوري وقانوني ليس ديني haddii diintu ku imaan lahaa xasan waxaa la dhigi lahaa amiir muuminiin muuminiinta soo doortay muuminiinta ayaga badada matala laakiin lahubo wey laakiin hadda tusaale qabiilkayga anigu hadda qabiilka aan ka dhashay ninka imetela nama metelo waxaa keensaday waa la keensaday hataa anaga ma keensan hataa digal imirif lama keensan reer kale oo ayaga is yaqaanaan intay ingiriiska ka wadeen ayaa la yiri ninkaana ku darayna anigoo nala yaqaan anigu musharax baan ahaa xildhibaan waaba sigtay in lay dilaa aan ku sigtay oo afar qofooda lay soo diray inay iqabtaan meelay igeeyaan muqdisho maxaad u imaataa la yiri yaa imow ku yiri ninka noocaas oo reerkiisa soo dooran oo xoog lagu keenay meesha iyo siyaasad iyo lacag ku yimid ilaalush in la yiraahdo amiirulmu'miniin ay doorteen taasaaba qalad aba hor in lagu soo daro oo la yiraa waa amiirulmu'miniin meeshaan horta amiirulmu'miniinnima ma taal madaxweyne iyo sulto iyo madaxtinimo iyo ninka oo la yaabyaabay ama dastuur ama federaal dheh ama dimuqraadi dheh waxaa adduunka hadda yaacaya iyo qaabka loola dhaqmaya ninkaas diinta dhankee laga gelaya islaami siyaasi wax la yiraahdaa la qoray islaam siyaasi haddii la yiraahdo si dimuqraadiyaddani waxaa loola qabsado la yiraahdo xataa sax maaha waxaysan sax ku ahayn federaal
ciidan buu leeyahay state-ka anaga hadda federaal aan joognaa maraykanka state kasta ciidan oo gaar u ah jirta state-ka iska leh ka amar qaataan kuwa federaalka marka laga reebo kuwa federaalku waa gaar laakiin state kasta ciidan oo ayaga federaalka hoos geynayaan laakiin ayaga qoranayaan magaaladaas iska leh jirta difaaca waayo calan gaar loogu sameeyey waayo calan gaar ah loogu sameeyey state-ka hadduusan anytime buu go'i karaa uu dhihi karaa anigu waaba ka baxay xoog ma lagu soo celin karaa waa hadduu awoodo federaalka laakiin asaga khiyaar wuxuu u leeyahay hadda fiiri federaalka noogu dhow waa kan oo etoobiya maxaa ku qoran anytime ayay ka go'i karaan federaalka waa tii daraad ay rabtay inay ka go'do maxay ahayd tikreega la garaacay laakiin xaq muu lahay sida qoran federaalka etoobiya yes federaalka etoobiya waxaa ku qoran hadday voodeeyaan shacabka soomaalida oo etoobiya ay yidhahdaan ani etoobiya waan ka go'aynaa waay ka go'i karaan halkee laga keenay adduunka kama jiro ciddii waa go'aysaa la yidhahda waa la maqunina federaalkaa qaba ma jirto taa horta shiiqu laba shay isku daray dhankii diinta iyo dhankii diinta oo amiirulmu'miniin ku tilmaamay iyo dhanka federaalka uu yidhi federaalka adduunka kama jiro isteed go'i kara dariskeeda number one ka ah etoobiya dastuurkii ha lagu noqdo soomaalida weydiiya waxaa ku qoran lagu daray in haddii isteedkan uu yidhaahdo mara etoobiya waan ka go'ayaa vood buu aadayaa bes go'itaag wax kale dhexdaan wax ku jira ma leh ha waa federaal tan labaad calan gaar waxaa loo siiyey federaalka isteedka calan gaar wuxuu u haystaa awaamirta ka imaanaysa federaalka weynaa hadday qaldayhin inuu diidi karo maraykanka hadda aan joogno qaxootiga la soo gelilaayo federaalka waxay yidhaahdeen qaxootiga waan joojin donald trump dhowr isteed waxay dhaheen cadaa lagu yidhaahdaa sharcina way siiyeen new yorkaa ka mid ahayd way soo dejisay sharcina way siiyeen adiga waxaa la yidhi meeshaada ka tali isteedkana waa diiday waxaaga waa la diidi karaa ha isteedka waakas waa la hergeliy haye maraykan wuxuu aaminsan yahay hal naag leh in la guursado isteedka la yidhaahdo muxuu ahaa yuutu afaran guursanaynay dheen weli mid shanaad oo shaahi aan ku darsanayna shan ayaa u qoran isteedka saa iska leh federaalka intuu yidhaahdo waryaa afar ma guursan kartaa waa idin layna ma dhihi karo horta federaalaysanka waa in la ogaadaa dad madax bannaan laakiin ay ku dhexayso masaalixo dhecda inay la ogaado wa maxaa marka ula jeeddadaan rabnaa marka sheekha hadalka maxaa ka keenay maxaa loo soo adeegsaday waxaa la rabaa wax la yidhaahdo barnaamij waxaa jira wax la yidhaahdo maa waraa alkhabar war hadalkan maxaa keenay maa waraa alkhabar weeye maa waraa alkhabar haddaan soo qaadano in sheekh cali wajiis uu hadalkan ku hadlo maxaa keenay waxaa keenay etoobiya faragelin bay samaysay maamul goboleedyadii etoobiya shir baa u socda oo la rabo madaxweyne xasan in maamul goboleedyada laga gooyo danay ugu horeeyo maxay qoorqoor ku jiro lafta gareen ku jiro ninka ra-iisal wasaare ku-xigeenka hadda loo magacaabay soomaaliga iyo maamul goboleedyada hadal u socda tii uu maqlay go'aamo badan uu soo ragay maaha sheekha hadalkiis maaha sheekha marka waxaa la yidhi waa weeriri karnaa diiniya noo banay wey shabaabkii oo kale waay marka in baydhaba la weeriri karo noo banay wey u sheeg dad ilan baydhabaa weeriri rabnaa lafta gareenaa raba inuu baxsadee ilan hadda asiga danay ma qaban karo danay inuu weerar meesha loo socdo sheekha inta loo soo kireeyey oo loo yidhi shicibka la hadal lafta gareenaan weeriri rabnaa marka shiiqow ninkii idiido in la dili karo u sheeg dadka cali wajiisaa yidhi sheekh qaasim haddaan su-aal ku weydiiyo macnihii anigu waxaan dhahay sheekh cali wajiis wuxuu yidhi maamul goboleedyada waa la dili karaa deni qoorqoor kulli soo kama dhigna hadduusan lafdii u dhihin waa la dili karaa yacni waa la weerari karaa waa in la weeraraa hadduu yidhi waa la dili karaa soo maan micneedu hadda saa wey waa la dili karaa waxaa la rabaa qoorqoorna xoog in lagu muqoriyo la dilo
لفت قرن اللي دلو تلبات واحد هذا الكان كيري دمبا وعي داي إلى هذا لذو ويس قبتا ويس قوافغان واحد ويان هذا الكشيغو حسن شيخ محمد وحو كوار إلى ليري إن معمول قبالة دي ديوضو بنشر قصعدو رئيس الوسائر كوحيقين كإتوبيا عبد الله مقعب ننكا صوماليا يو ننكا محوعة ننكا ليرا رضوان حسين أي كتاليين حسن شيخ محمود وحالو لوغو رين كرا إن معمول قبالات يالا لغا قادو داري هدو مر بيمد كوبا كالان عن لحظة الله عنك أصبحينو دولات دي سيدان عن بربورينو مدحوينا هذا الكاز مركو هلال ليري وحو قرشيي إن بايدابان الله ويرارو دا محايا هيد ننك ليرادو محايا هيد ننك ليرادو قرقورنا الله ويرارو لابدان حوق لغو سوقب لابدان مرك حوق مرك لغو سوقبان ايو وإن شيغ لوكينا مرك سومالي إلا شيغ لغو سوقبان رالي نقو الشلي اهيد مركي عن لايف صوت دوبي ciidda mada loo diyaarsaday in lagu weeraro daarood iyo digil iyo mirfile hadaan soo koobno umada waan u soo bandhignay wayna arkeen su'aasha aan rabay inaan ku weydiyo sheekh Cali Wajiis wuxuu yiri ulul amriga lagama hor iman karo diinta ma beeninayno waa ogolnahay Xasan Sheekh Maxamuud cidii ka horti maadana waa in maxkamada la soo saaraa la soo qabtaa la weeraraa buu yiri maamul iyo baarlamaan مي هي حسن شيخ محمود أولو الأمر أمير المؤمنين هرتوا أركاي إن أسكري جات أسكري بيوم مساجد كلي كوسو عضلاء أو مدح تويد تن أسكري بي أولو الأمر أهان نو فيري حسن شيخ محمود أفجو يا تلاقى مصو دورن حمر على غدور كلي حمر واحد عند اللي يراد سياسة أهان أنا الله دورت أولو الأمر أهان لو ما دورن سياسة أهان صوماليا إنه هجاميو سياسة ده هجاميو سياسة ده ده نعمره حد آيات ده نعمري ما سياسة وحي الله قرقرتي آيات قرآن معين أحاديث معين إمام الشافع هذا الكيس معين وواحد تو توزن تو ألف كلا صو قرقري سياسة أهان لا صو قرقري دستور على القدر تأسيق كتاب قرآن كتاب قرآن ناري هذا oo weli waxa ugu yaab badan markii lagu dhaarinayo waxaan ku dhaaranayaa dastuurka iyo diinta iyo dalka inaan ilaaliyo dastuurki asiga lagu dhaariyay oo ku dhaartay uba dhinac marayba inuu ilaaliyo yahay siyaasadii la isku raacay Soomaali in lagu hoggaamiyo loogu talagalay dastuurka yahay ilaan al-muslimuuna ala shuruudi mataadi la soo daliilsado oo dastuur lagu heshiiyay Xasan Sheekh Maxamuud dastuurka ma ku sugan yahay markii madaxweynaha federaalka dastuurkii inuu ilaaliyo loogu talagalay sida hadda loo muuqato ma ilaaliyay maya uu dhinac maray la tashiya laga rabay wax walba sagaal qodob bay ahaayeen siyaasadeysan sagaalkaas labaatan sana lagu soo heshiin waayey banaadir ka mid ah oo gobolka banaadir caasimad baa la yiraahdaa caasimad cid walba way leedahay asir wuxuu leeyahay anaga iskale unuka iskale هذا الدولة نما سازنا دستور كإن قارنا لغو نغمو قارنا لغتاق ما وحيابا الله بوبي كمتاي دستور كا عاسمت دان مقام كيدا داراد لابو رحوين لابو أولا هوية أفرا لسي نمان كالي لابا لابا لسي تي ويكو غان إيوهين واتنا ديسمبر الشي أولاي بنادر قبل أنك ديگا يفيري وحالي دورتو ريسمبر الشي شالي بحولي waxyaabaha aniga lay keere waxa kamid ah oo yiri dastuurkan federaalka ina federaal magac leh ku soo reebo magac ahaan inuu ku jiro laakiin dhaqan ahaan inaan baabiyo hadda afkiisu ku leeyahay sambalosh magac ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya federaalka in la yiraahdaan rabaa urbis laakiin wixii kale in la door doorto iyo in state kaligiis is xukumo iyo sharciyigiisa degsade iyo kulli waa tirtiray ون ترتري كرا واي دادكو ديلايا موكتا ننك هدو سردون يهي سردونكو الماغو كو سو اذيك سنكرا لعقو هيستا لعقا لصيا هاي ادى سردونكا وهي ادى اغول لعقتا بدنوا دولاد واب لوغو تلقلا سي اي واح اوكال فرفرطو مارك لعقو سو قادنا كدبنا ولا كو ديلا ساسوا اسادا سنبلوش وعو ربا
إن صوماليو دن ملاح يسوق قليمه وي مركا سؤال سؤال كلام قبا شيخ قاسم شيخ صالح سؤال شكله أن قبو حاوي أنا متلا شعب صوماليات أما صحفيين دستورك ماركيس حدي حسن شيخ محمود يعني إثيوبيا هدا وحال يردني يعني أنا آذن هدان صومالي هاي إثيوبيا يودن شيء إن معني ودن كان عم كده رسلنا عن دبر نلف إنه قلنا صح ما بنينا إنه قلدي أنا أركع حسن شيخ إنه قلدي أنا أركع وياه مركب معمول قبل هذا هذا إثيوبيا شيء كان لجلاية سببته إذا حسن شيخ محمود با إسكاله سو مدي كرنو شيخ علي وجيز سو ما قمنا إنه يراهدو ماذا حوينا واقلدن تهاي ومضى ذاك الجينا يا وحيل وجه الشيا كبحضي سداسي صحمته سببته إمام القبلة جذا وضن شيء وهذا يان بدحوينا صومالي هرانس ومدين إن ولا عليه إن إن جع عرران خوب إنتان أخذ إنه وضن درس وعده وجلان صحمان وين انتشرنا ويسقي ويسقي لهاي مركا شيء قصومه ونكسنا إن حسن والله هذلو ويرادو كسر النقاب مشهد أدي ضدك أي كلا دريسا مام القبلة جذا صلقو ما خصبين إن أي عدو شيء مجان صدان أنا لو نلير هذا حسن البصري حبيب العجم باليرة مقعسوك مقعدير نرير إراق بوها عالم العلام بوها وقت معاوية يعالي الدقال ما ينبع الجوغي دقال كيبو فير صدا ليرة إلا ودقال كتب ماضو عالم بوها مركي على الرئي أو معاوية اللي قحوك بذي أي وحو يري حقا وحا اسكالة بوير معاوية اسكالة وأدو على اللي أدوكتاي إلى الدجال كان داعي محضو عن مصنات بالي مركو حال لغوري هذا المقالة خرقني خبز معاوية بوي معاوية موفدي سئي ما شيء سي ما دام أتسق الشام جوري ملك معاوية كتالية وجوري سوى حول بمرك معاوية أيو لطالية وعها مرك موفدي معاوية أيا كان لوايو يرالي وماشي صومالي أي ترادو أفوح عليه شو شيخ علي وجيس شيخ حدو السجرة وإنه حسن كقفت حمانته حمانته وين داري يو حسن دحتال وعويان دكدة قرعت حسن واتق ماشى وصاحب لي مرك الله دورتي دكدة وعر واحد الديار واي جيت كذي انت إلى إتوبيس وحراي الديار واي أنا قاعد بحنينة دكدة وي هول قليسا بقول إلى واتن كمريان إتوبيا دكدة أنا لغو فائدين يا حاسدني وين انت يسوق شيء أي دكت بانا أو لديسي واي أو ليرادو محايا أي كتالو محايا دكدي هوبيو أو وريقين عطا دمانا عدو ليا ورعانيه مبقى عنكر العكت شير دكدك لغوبس من أجلي دكت داس لعبيي أو معرتي قرعت أو الله أو أي كسو غيب قشي إتوبيا أو وليبا أسيقى حسن شي معمول نفتس ويري دكدك انقرش كذا كل بحيرينا جدادان أسمينينا وقوم بحج بل وعو كشغي دك دكالي هوية اللوفر ماشي وعا دارات وكفا إذا يسال عاب ويري هوية دكت وريها دكت سميس انت هوية دعني الله لقوها ايي شغين ويدي اي عدن وعر موصو يعني دارات كاكاغور مريني انا اير سمال ودوه اتوبي بحل سوهش هذا صدر عن وجهد نوية شركي جبوتي انت حد لسكو دقال سنعي إثيوبيانكا بقول إلى واتنكا سمليين سيلوغو فائدة سنية هوية أنا كفائدة سنية دارون أنا كفائدة سنية الحق لمن سبق دارون أصور مريك دي كذو ديسي دياريي أووي مدحوينة والوغو ييري حرقادو صوجري جدك اسكو حرية إثيوبيا يصوماليا العكتد واد ديار بويري أفكسو بوير شركة مالي داس تيو كبودي وعورا وامركا قرججاح ديك ذا عن وحبا كجرين عن اثنين انو يرال عبد عليك بروبسيو تي معايا ايد قل مدك هدي ايد اللواي لعن اللواي هدينا انو يرالو موصو بروبسي مدى في عمارات العبد
siinayeen yaa laga faa'iideysan adiga ka faa'iideyso maanta dhibaatada aan ku jirna meesha ay marayso intaas intuu sheekha kala talin waayo uu arki waayo la taliyaha madaxweynuhu ayaa waa u jeedaa biilaal sheekh qaasimow sawlama rabin inuu yidhaahdo haddii culimmo soomaaliyeed rabbaani uu yahay inuu yidhaahdo deniyow adigana waa qaldan tahay xasanow adiguna waa qaldan tahay dalkeenna waa inaan isu soo celinnaa itoobiya inaad aadid ma ahan xasanow adiguna waxaan adoon dad kala tashan dastuurka inaad jeebka gashatid ma ahan jooga inuu yidhaahdo soo ma ahayn sheekh cali wajiis labadaba uu waaniyo mar hadduu yidhi yacnii qabyaaladda ha la daayo qabyaaladda ha la daayona uu leeyahay haddana waxaad mooddaa in xasan qaladkiisa aanu sheegaynin kan deni kaliya uu sheegaayo mise maa hadda dhibka ugu weyn buu waxaa weeyaan mar hadduu madaxweynuhu la taliya u yahay ra-iisul wasaare xamza wuxuu ku kacay fiiri ra-iisul wasaare xamza wuxuu ku kacay in qoladan reerkan uu cadaabo suu asigaadna sheegay ilan waa cadaab nuu yidhi inay towbo keenaanaan rabnay budlan gaaladii hadhaantuu yidhi gaalada marka la cadaabo daraad khudbadii ra-iisul wasaaruhu gaalada marka la cadaabo alay usoo noqotaa buu yidhi budlan waa cadaabnay haddan itoobiya aaduu yidhi bal ka war cadaabtii kama waana qaadanin buu yidhi oo la cadaabay dhaqaalaha laga jartay budlan waxaa reer qaramada madooba ay tidhaahdo badahaad way kuu fasaxan yihiine ciddii kaasoo faragelis loo sheeg baa leeyi waa fasaxan tahay qaramada madow waa fasaxday cawashadiisa markuu geystay aan la yidhi aniga saas maba ogeyne meeshaa rabto lugtaada dhigaaliya ord waa tii gabadha tagtay qaramada madow safiiraddii waa tuu ku bilaabay asigana cimaaraad waa tii cimaaraad lacag hadda ku soo shubay itoobiya ninkaa wuu socdaa xasan waxaa la rabay hadduu rag yahay xasan hadduu rag yahay oo beri qaldan yahay warqaddii maxay ahayd ingarandiya maa la dhihi jiray loo goon jiray ninkii oo muxuu ahaa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 a
نجرات داز ننسون نجرات هاوكوي واك نجرات مدمدة واك صاحبي وباشو كحيرنا ماشي عنا غواتيل وصاري حتى عاصمات دائماتي عاصمات كواها لاوي قاجات نت ولقد عنلقو قاجون قال كحبوصاصي يو قروي كدبنا قرمد مدوات تكتي وحا ليري حقاك وليدا ليري بدا هذا حتى كريسو حسن أنا قال صو حلينا واتيتري لعان تاذا بدولتنا من مجريسو قرتي سالوين خطبة ننسير ننقراد محو قوات أمير يا أمير المؤمنين أنت أمير المؤمنين للدني فقط دني لما أمير المؤمنين وطاي أين أحمد مدومي كذا مركو تغي قربهاري إنا انتقار رباويري أوغاسكي أوغادين بعضنا وعويري حسنو قربهاري هداتك تتلوغة اللغة لك شالير فرحانو فرحانو لغة اللغة كل جرتا مدي جرتي لغة اللغة لك شور عرقر بهاريتك حسن كزما يوكسو النقضي أين أمير المؤمنين أو أمير المؤمنين كقرباري تقوي هذا أمير المؤمنين مركش على الوجز ما وحو نغد هذا أنا يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين كيسا سود دي ما لنا مرك أحمد مذوبة أمير المؤمنين كواكسر يا ميا إنو حسن شي محمود رير قد تقوي يو أو قوغل أفضيان إلا عدا في السنتعي إلا سود ديبان أحمد سود ديبان أنت أمير المؤمنين للمقدشة والبيضاوة فقط ومحيي ولفت قرين فقط ما عاد أمير المؤمنين وحال غروا إن حكم كيسا دتكوص إيمانا ينن أمرك كقاتل أصع أمر لسي لا يرقاد ما تيكرت أصع عريسا وصبح وي شعال وجيس شعال وجيس وقير قبيالات دا لسكد دايو مركا إساقا قبيالات ما كفوق يا رأيك عاجا؟ أريش على وجهه واحد بدن عند الجسد. شاقو قبي على دقاد ويا قانا ولو أجيء قبيل كوحي وأجيء وتوهتا شباب مرك لقعد لاي مرا مرا أبرج وحويري وقاعدين على ناق كاني محويري مجرتنا ناق كاني رير ريبلا ناق كاني رير ريبلا رير كويا قانا
لكن أسيق مرارة دولة ما أذيك سنجرين وحسو أسكاق هذا نايي دولة بإمات انساس وكل شقين هاي ما حال العقم وقاطاشة شقاس العقم وقاطاشة على وجيس هاو الله تليع مدحوين هو وصيدة وصو شرمين ديها العقتة يسيان دم الجديد أكر ميه سقنا حد أسيق الساس حدو نقونا يا مركا إن لا يرادو العقتة ما كوم الصينة إن دتك لا دا إن لا يرادو وأن وعدنا أشياء تأينا أمير المؤمنين أهي دكنا عن لين كرو أشياء ليرادو تنا ورير أمر أصل ما ندي ذكرو هذيك لو حال لي ولا قا هذا يا جدع ما ندي ذكرو وأبو قصبية أبو قصبية هاي أمير المؤمنين إن أهي دك أشياء إن عن دك لين كرو أشياء هتساوى وعد هذيك لو شيل النوملي ولما مدح وينا ما داعي أساس دادا كجرة إحدان سيدا العدالة كجرة مش لأن العدالة اللي يرادو أي وحيابان سمينة إلا وحو كتقصوصي وحلا بلوه كرير السلاشن كتقصوصي العدالة إنو وح سكور كانو ريس الوساري يوري إما داح ويني وراء العدالة سكور كانو واتيفي غران كعرتي إلا عدن اللغو كل جرة مامل كصومالي أخدار عام بلا صومالي مركب مدح وينا حتى وحالك يابا إنو سلقين هذا الكان لو تجي شعل وجهس ورقة ذا الموسو صاري وإن هذا شيء قصب حتى فيري تي في قارن كل قوم ورئيسا تي في قارن وحلو دي ذي إلا يرادو مدح وينا عمري ما الكل كدوبا لا يركد براب وشذا على قليل مع تي في قارن كل يرو شيخ لولا لو تي في قارن أستان تقارن لو موسو دوبي وين ما لا قار يلو دوبي معناه ذو حواي دادا قصبة يا شيخ دادا هوش الله وضع الله تليا الكلمة دحوينها كسو كي يالليه سايين وقت قاقا لقاري هادا هوش اسغبان كارين ايد غبان ايسا لكينا اي كادلان هادا بيلك ايد كاقو مركوا اينو يرادا امير المؤمنين واي هلا دقيستو استيب كيربان هادو ويرارين حلال واي انا قساسا نفهمي لكن هادا يدبتا هادا الكيسة بدلين لبسنا عونا قبتين اقال ساري dadko da gaajay u dhamaanayaan raisul wasaaraha wuxuu yiraahdaa yahuud yahuud waa nimanka tala ayu ku jirin hadii waayaan dadkay qasaan wuxuu yiraahdaa gaala waay gaalada hadii xataa way ka fogeen gaalada marka la cadaabo way soo noqdaan nimankan waa cadaabna laba sano way si fogaadeen gaalada way ka daran yiin uu jacal wajis mu yiraahdaa xaq u galid ina saad tiraadid shacabka ta loo daayo gargaarkooda arkiyaan la siyaasadeen Somali lena ayaa lagu dhaqaysaas gargaarka shacabka yaa la siyaasadeen waxa gargaarka dhan uu ka jiraa su'aal baan qabaa kale shacal wajis uu yiri maamul goboleedyada booliis kaliya yeelan karaan hadii la fahmi waayay xataa waa in la burburiyaa dawladdu ay gacanta ku dhigtaa doorashada waa inay u qabataa marka meesha uu socdo waxa weeye lafta garan miya hadda sheekh waaba ku sheegay sababta asiga maanta hadal loo yiri dhanba mar dhowna waa maqli doontaa lafta gareen qor qor deney kulligood dawladda inay kor imaadaan ay rabaan Itoobiyaana shir kula jiraan ninka hadda raisul wasaar ku xigeenka la magacaabay ayaana hoggaaminaya siyaasadaas ninka la yiraahdo Ridwaan Hussein oo asigana nin muslim oo la taliya madaxweynaha dhanka qowmiyadda aad dejiyay Hassan in la soo weeraraa la raba maamul goboleedyada lagu soo marka Hassan Sheikh Maxamuud waa lagu soo socdaa marka diinta inuu ku gambado rabaada intaas aan loo keenay Sheikh Maxamuud way marka kaarkii adii Muuse Biixi oo shalay Jabuuti ay ku wada shareen Hassan iyo Geele Muuse Biixi Saciid Cabdullaahi Dani iyo raisul wasaaraha wadanka Itoobiya ee ninka hadda ciisaha ah ee uu magacaabay haday adisaba maalmaha soo socda ay ku shiri rabaan irri Soomaali ah marka hada irri Soomaali ani waxaan maqli jiray hibil filinkiisa ay ba cunayaan maqli jiray irri Soomaali filinkiisa maalintii odaygii Google maalintii jiray odaygii la xiraaya aaway oday holy holy telefoonku xir u dhaw holy ha holy argeysay ka dajiyay holy markii la xiraaya horta ir Soomaali filinkiisa holy markii la xiray daair Cali Sowna jagada loo diiday hoggaaminayay een hubiye action group wax la yiraahdo hoggaamiyaha daair Cali Sowna dil xagga dilka daarood in la dilo raxweyn in la dilo
نك أقابل سوى دائر على سو مرك دائر على سو ومرك اللي يروح وماين إنه هو دت كان وجود دري ساليري هو اللي اللي يري هذا اللي دت كان وجود دري الصور نقول اللي يري هذا إيرس ماله بلينك إذا مرك عصابورته إيه يعني اللي واحد قال عنده هنا ماله مو أريج عصاب فهم عن صو أفسو ماله سوى إيه يعني مع هذا وحوى واحد لونه لقرا يا ماله برد إيرس ماله وعلى داعي حد كذب قابك قال الله ألف أيموج كيل صوت وضي إسماعيل عمر جيلة كعب الله ذكر كعها مدحوين حسن شي محمود جلايقة كعها مال جليا فيلم كان أبي أحمد عها كاس وصحر كاس وأولما وي وقدم بينتي مركا شيخ قاسم قفي اللبان ربع جانس كلا إنا سيو حدان كويديو حدي ويري الشيخ علي وجيس دينيا لقبه ريمان كرو حسن شيخ محمود الساقع إياه ليسن كهيستادو يري هدي اللي قوري ما دقف كي كوري ما دقف حسن كوري ما شيس كل انت هلو نار بيع دينيا حدا نيو امير المؤمنين هدان لقوري ايمان كورت امير المؤمنين وحال ايرادنين ان دعي نواي شروضها امير المؤمنين الا كد انت لعضيعة نينك عفر سنة لابرت الله دور هدي امير المؤمنين هذا الكيس السعي يا حسن امير المؤمنين نقضه هذا معنا عبد الله فرماجين أمير المؤمنين وأهم حال غوري ماذي وايو أمير المؤمنين مدعو سيد الشرع الإسلام كقبو إلا أكد منا يجعد لقمة قاضي كرمنا لغوري ماني نين كان أفر سنة لبل الدور تي هرت أمير المؤمنين قرمون نقنا هذه أفر سنة أمير المؤمنين لقول نقنا أيو محمد عبد الله فرماجين أمير المؤمنين وأهل بدي السنة كدر سنة محل غوري ماذي أمير المؤمنين محمد عبد الله فرماجو لبسنا وقدر صدي إلى أمير المؤمنين لبسنا وقدر صدي أمير المؤمنين ملقى ريمان كرو ما دام الله بذي قسانه محمد عبد الله فرماجي باللوء بيدي أمير المؤمنين شروط دي سمت علي أمير المؤمنين لقى ملقى ريمان كرو ما أمير المؤمنين أفرسنا كريه دتك ما حكمه إمري قيسو دتك حكمنا إلى أوقد طواي واي مركز شروطي أمير المؤمنين شيخ قاسم وقدم بينتي مركز حسن شيخ محمود فدراليزم كإن إلالين أيو شرعي إلالي ويهيب وكل مارتي كتاب الله عزيز وكمري هدي الشرعي هي نظام كي وكل مارتي وكبحي إساقا هدى دد كي ماركي سيكو ده الشيين سو كما بيحي كران بوس كي أمير المؤمنين اللي يري أسيقا مانتا وحو دول ساري هاي ما دام الدستور كي لقو دارت وكبحي واحد اللي يري هذا خيانة قرن إن أسيق اللي بلي بحي خيانة قرن باليرا وحل ويشي منك كبحو دم بيقيس واحد اللي يري هذا خيانة قرن واي شيقي مركب شيقي منك خيانة قرن معني دل كحكما سميي شيقي تاقير مركب محونا قنية ساقنا حكم كيس هذا شيقو أنا واحد قبع شيقو بحضا الله صوب قلي وإن هذا الشعب اللي رواه لقصبي وعذر داري يا شيخ شيخ وعذر داري يا شيخ على وجيس وعذر داري نصاما المرك وعذر داري وإنت وجدات وإنت حلقة يا أبا إنه قصبي يا صاما حلقة يا أبا إنه قصبي وإنك ولقى ساعة الله ما أدكسن فرماجة ما أدكسن جرين ولقى ومدى نوع الله هذا اللي مدى جرين ذاتك على الله يده وأمرك هو رئيس ذاتك على الله يده dadku wala weerarka dheh marka ninkan dawladda dadka qasabta la yiraa marka waa la qasbaa aaminsanaanu aad iyo aad buu maasan yahay sheekh qasim sheekh salax yusuf ba macni waxaan rabaa inaan hadlo yiri haduu joogo isaga soo wax tami doono yusuf waa soo wax tami karta daqiiqadaha aan markaysay janis leenahay fix time aan leenahay waqti kooban oo istoriya wareega aan rabno inaan macni ka hadalno saciid abdullahi dani موصبيحي رجي شليتور الدارود إيو إيري سمالي لوكالة صفنا أدي السببا إيه يسكو شبطي باش حاوي إتوبيا أبدا عسيس لفتا قرين ووضادا إيو كسو جرى لفتا قرين لكن هرامبو هشيس أولاق قلي إتوبيا إسكاشي أمني بيليه إذا مدى أقول بدان إيه سومالي يجوغا إتوبيانك وحي لجوغان ماركي سي لفتا قرين بي لجوغان معني دمان لفتا قرين إنو سومالي نعبيا هاي ششاية وجعليا هاي لكن حسن شيخ محمود isaga ba tikree hata jigjiga waxa weey wuxuu lahaa Soomaali malahan teeramkii hore
قبري أي الله شقينا هاي حد مركو يمادي تي بي ألف وحسي باسبورو دبلوماسي قه حد أنا إرجو أدرس أبي دقلي مريف الأمبابي وحيري السلام عليكم الله شقينا سودو عليكم السلام أدقو اسم اسم ها كوسا اسم سي يا شعب كوان دين سنة وان سلام يا waxaan rabaa inaan jawaab yar ka bixiyo arintan calwajis uu ka hadlay arta nima taqaanid yaa tahay lama yiraahdo calwajis waa naqaana culimada noocyo badan waa sanadkan hadda aan joogno nooca culimada uu ka yahay dadka inay xoogaa maarta ku baraarugaan ayaa fiican abdul calwajis iyo koox badan oo madaxdooyadu ku xirano hadda xamar jooga runtii asal ahaan waxay ka soo jeedaan niman la yiraahdo salafisu niman la yiraahdo ay ka soo jeedaan oo ka go'ay salaf saalix xilligii islaamka uu ka adkaaday yahuud iyo nasaara yahuud waxay keentay fikir ah in dad yahuud ah ay islaamku ku biiraan oo ugu horeeya ninka la yiraahdo cabdullaahi bin saba ujeedka islaamka loogu soo biireyna waxay ahayd in islaamku uu ka dhex abuuro munaafiq dad munaafiq ah oo aqiidada si sax ah si aan ahayn u adeegsanaya oo islamarkaasina ujeedku uu yahay in kooxo badan oo fikir ku kal fikir duwan aqiidada inay meesha ka soo baxaan marka asal ahaan dhaxaltooyada ay ku yimaadeen calwajis fikirkaas uu aaminsan yahay iyo kooxdiisa hadda xamar joogto anaga waxba qarimaayo iyo sheekh bashiir iyo nimanka la yiraahdo dhanba dad maanta oo waxay sheegayaan la dhageysan karo oo maaragtaa lagu duuli karo ma aha markuu leeyahay amiirulmu'miniin markuu leeyahay amiirulmu'miniin yaa waaye amiirulmu'miniin waxaa la yidhahdaa ninka kitaabka qur'aanka kariimka ah dalka ku hogaamiya la yidhahdaa ninkaas sharcina looma qabo in laga hor yimaado xasan miyaa kitaab qur'aan dadku hogaamiyey dalka waxa hadda dalka lagu hogaamiyey wax lagu tilmaamaba lama yaqaano runtii in laga hor yimaado iska daaye in weliba xataa gacanqaad lagula tagaa weliba xataa banaan hadda sababtoo ah waxaad dareemaysaa in dalkiiba ay ka ridaayaan hoog meel hoog ah inay ka ridaayaan aad dareemaysaa laakiin qofka haddii kitaab uu ku dhaqaayo dalka lagama hor imaan karo waxaa ku diidaya islaamnimada iyo aaminsanaanta aad aaminsan tahay kitaabka kuu diidaya sharciyan haddii aad ka hor timaadidna waxa waaye ilaahay cadaabtiisa aad ku mutaysanaysaa marka waxa waaye dadka in la wareeriyey ma aha nimankan sidoodab waa niman mashaariic socda ah oo badanaa loo adeegsado markii oo dadka shisheeyaha ama soomaalida siyaasiyiinta gudaha joogta ay rabaan fikir shisheeya markii ay fulinayaan ayaa loo adeegsadaa iyagoo dhinaca diinta loo marayo macnaha waa dad mashaariicdaas keliya ku howlan annaga culimmadeen waa naqaanaa waa ahlusunna waaljamaaca waa dadka nabiga calayhi salaatu wasalaam jidkiisa ku socda ma maqashay nin sunna wala jamaaca ah ayaa koox intuu abaabushay dadka iska dildilaya ma maqashay ma maqashay nin ahlu sunna wala jamaaca ayaa dhiigga islaamka dadka oo u baneeyey in layska dili ma maqashay waa maya annaga culimmadeena waa culimmo oo maaragtaa kitaabka iyo sunnada haysata oo aan ogolayn in laysdhibo oo aan ogoleyn in maaragtaa waxyaabo diinta ka baxsan in dalka lagu hogaamiyo balse waxaa ka xoog batay siyaasiyiin iyo culimmo oo maaragtaa wadda munaafiqiin ku socdo loo adeegsanaya dadka iyo dalka ayaa ka xoog batay waa culays badanaa soo koray laakiin insha allah guuldarada marka ugu dambeysa ayagay ku dambeyn doontaa aad baa umahadsantaa su-aal haddaan ku weydiiyo sheekh calwajis wuxuu tilmaamay in maamul goboleedyada iyo baarlamaanka xataa aanay ka hor imaan karin xasan sheekh hadday ka hor yimaadaanna in la weeraro maxaa laga baran karaa hadalkaasi waxaa dareemaysaa ninkan waxa waaye horta nin oo asaga dhuunigiisa nin ku filan inuu yahay aad dareemaysaa wixii la siiyo iyo wixii ku hadal la yidhaahdo inuu ku hadlaayo war ninka aan laga hor imaan karin waa ninka kitaabka qur'aanka dalka ku hogaaminaayo walaa baarlamaan walaa golo wasiir walaa jinni walaa shacab cid ka hor imaan karta ma leh haddii ninka nin kitaab dalku hogaaminaayo uu yahay xasan sheekh miyaa dal kitaabka dalka ku hogaamiya calwajis ay ka noqotay amiirulmu'miniin sharcigiisa waa la yaqaanaa marka
نحن نقانا هدي أن إسبوعين أو هذا الكيس أن كرو قد خاطنا وحواي وحوين ما الوجيس إيو شق بشير إكرو كاس حد ب مشاريع ذو ماشاء أي كشيء انتهي نظام وقت بيكهرلان معناها ودت سلا وديار سبا أو إسلام كإن عقيدة ذي إيو لكن كذي أجه وريريان تطلو كانوا ما لندو بيد تطورات دينت لقطي نكل إلى هبل بغدادي waad arkaysi waxyaabo badan oo shiri ah oo ayaga ma aragtaa asal ahaan ay kasoo jeedaan diiniyan waxa ay sheegayaan ayuu ka hadlay waxyaabo aad iyo aad macquul ah oo fikirkooda marka fiirisid ka tarjumaa arimahaas marka nimankan waxa waa aqoontada iyo dhaqanka dadka loo soo diray dadkuna islaamkuna waxa waa hadda waa waxaan aqoontadoodi waxa ka xog badatay inay ninka qabiilku garab istaagaan tada hadda alwajis wuxuu ka hadlayaa ku garab istaagaya wuxuu leeyahay Puntland in la weeraro waayo ani waxaan aaminsanahay in wax Xasan Sheekh mar labaad kokal uu kasiirada oo kasiir rigi rabaan ma aaminsanahay awood uma lahaba hadda cid awood u leeyahay cid kale inay weerarto ma jirtaba qol walba uu keedi waayay sita meeshii joogta cidii u tagtana oo waa la isku rinji kaca wax wax cad way taas meeshan heshiisa Ethiopia aaday in cadaw lagu tilmaamo sababteeda soo madaxweynaha Soomaaliya malahan oo isagu heshiiskii lagu wada jiray sooma burburinin federalismka jabka soo macnaheedu kuma ridan ayar dalkan in cadaw laga ilaaliyo waxay ku xiran tahay hoggaanka sare ku xiran tahay hoggaanka sare hadii uu cadaalad yahay wixii lagu soo heshiyay oo ilaalinayo nidaam dawladeed ay ka muuqato qofna fursad uma helayo inuu cadaw horgal u noqdo hadda ma dhihi karno Puntland cudow bay horgal u noqotay ma dhihi karno Puntland sharciyada lagu heshiyay ayaa loogu baxay go'aan ay qaadatay go'aanka ay qaadatay ayaa faraya cidii daraskeeda ah inay xiriir la yeelato waa wax u banaan amni dhaqaale darisnimo intaba inay xiriir la yeelato taasi horgalnimo ma ahan Puntland Ethiopian huweysan kuma soo hoggaaminin dalka kaliya siyaasad ahaan bay ula xariirtay waana u madax banaan tahay iyadaa dan ugu jirta daris la ah Ethiopiana dana ugu jirta arintaasna waxa keenay waxay tahay madaxdii dalku ugu shareysay oo ka leexday wadadii oo loogu talagalay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa noo sheegay ninka hadii wixii lagu heshiiyay ninki ka leexdo asaga sabab u ah fasahaadkii ka dhashay heshiisku waa diintu ina waxay qabtaa heshiisku in la ixtiraamo waa anaga diinteen wax walba ino faafaysay marka yaan ninna laga Soomaalida dhibba kala gaadhay aamin ma jiro waxa kaliya la isku aaminay waxay ahayd si aan la isugu takrifalin in federalismka lagu kala badbaado tashina wax lagu wado waa tan loo sameeyay golaha wada tashiga qaran iyadoo federaal uu dhisay madaxweynaha Soomaaliya intaasoo tuuniyo shaki iyadoo jiro kaliya intuu dhaqaaqo masar uu tago hub uu ka soo qaato ciidamo uu ka soo qaato beeshiisa uu gacanta u galiyo haddana amiirul mu'miniin baan ahay aan laga imaanin inuu dhaho ma arkaysan federalismkiina waan laalay macnaheedu jeebka uu gashado arrinkaasi isaga ah macnaheedu ma uu cuntamaaya ma arkaysan dadka Soomaalida oo kala shaki ku soddon sano ku kala dhex jiray oo Soomaalidu ma arkaysan qabiil qabiil ay isu aamini weeyday macnii kala shakigaasi iyadoo uu jiro madaxweynaha ma u banaantahay inuu keligii wixii oo dhan intuu jeebka gashado siduu rabo dawladda uu sameeyo ciidamada yacni masaari inuu keensado hadda masaari aa joogta ma u banaantahay isaga macalimu horta annaga waxa waaye wixii yaroo aan ku soo heshiino wuxuu ahaa federaal uu ahaa federaalna sharciga wuxuu qabaa cidna cid kale kuma xadgudbi karto talaabo kastoo la qaadayo inay wadar ogol ku timaada loogu talagalay haddii intaas laga leexdana macnaheedu waxa waa heshiiskii federaalka meesha uu ka baxay waa hadduu ka baxana cid walba way daneysanaysaa taasi wax cad waaye cidna cid kale kuma dulmi karto ma fahantay Xasan heshiisyo badan oo soo galay oo heer caalami ah oo qaarkood xataa dalka dhibaato ku ah oo baarlamaanna uusan ka warqabin gol wasiire aysan ka warqabin maamul goboleed aysan ka warqabin waxaasoo dhanba waa xadgudub weyn oo qaranimada oo maaragtaa saameyn ku leh waaye haddii ninkii ugu sareeyay madaxda aan runta loo sheegaynin waxay ka hooseeyay uun la qasbayo oo haddii ay runta la soo istaagaan oo maaragtaa la dhahayo way qaldan yihiin taas dowladnimo ma aha cilminimona ma aha
علمني ما هو حال الرضا إن لقرن شجع ظاهريا يبان إن لقرن شجع الرضا معناها أفسد ما أرتا قيانة تدخل وقص ما ينايو ها أقعدان إن بعدين كود إلهي وطابنايو هذا قفل أمني كرو علماء أنا وبيريها ببقول كيبا تدشديكن وبيريها بدتكو أنت بدن ودد لالوش قاطع أو كون هاد لالوش كاسو حيل أو قتل ماما فهميشا هشيس كنا أربها هذا هذي الوسو هشية وحلال هذي لقب حنوا ولا بشوى مع سلام ولا لقب حيد والبو سوق إذا جلسا تحسن إدنيسكو مقص بكرتو شخص صالح نو عدي وهي مركز لكن مشقين إيسا ما أركيس أنا كسيد أربه واحد ربع سمينا يا وأنا إيه جنس ما إيسا هشيس كأن قلنا هو بربريي هذي أد يعني أد أيها كتشن مكتيد مدحهم كله فنايا وحشقينا أي متى يتأس يدو مقع صومان تأس مرنا تأس مرنا مشقينا إيسا الله بعرينا ديد إيسا عرين تكو واحد ديد هشيس كي شرعي الدولة نمو لقصو هشي ديد حد مد الله بعد ديد إيسا وحيتا هاي دل كان عدو البوا هو سنتا عدنا عدو متيقي كرتو ما فهمت هذي أذيع الله حتى أنا جن والله حنا هذا تيجوا سو حد بتدنا حواي ونول نول بأيتي سوق هذا وحواي وواحد قريب وهذا فضيت كل عكرها بيرات يا مدير الشرع على الوجيس أفكيس قلبت هذا لا كتري وإنه قبيلة دي سيهاي إنه معرتها بنتلن سكر أو معرتها عدو تنم ومجنا إذا كائن واحد أريم الدين خصية دين شقكم الله هذا إلى ذكاس دين بحتى إيه مسوق غير أي أنا أنت سنة سنة أي عنده ويد ورا خرنا على شجع وحنا هاي حسن شيخ محمود سيدات طبعا كقبل بو أميسي هذا يالو كان يجون سيدا سيدا فدرال ما أميسي سيدات طبعا قبل هذانا إذا مو صابن دقيش لي توله إذا ما داسوا حي لهاين شنطة مريء إمام القبلات وتشمينينا ميد بانكلي جينا وقوي سومالي لان مقدشا مدينينا هرجيسي مقدشا ميد بانكلي جينا لبذا صار معني لوكا لجر قادة سنبلورشة تليا عصب له ويري وحيري سومالي لان جوني الله لما عامل لكن أنت كله فدرا الكلية كسر ريمينا ما يع أنت كله وتشمينينا مركع أجندة إن ماركيس معني ما ملذا اللي تجبيه بونت لان لوجود دوره ciidan kan la soo diyaarsaday bay dhaba lagu duulo oo kismaayo lagu duulo oo maarkaysa macni qorqor lagu duulo guudlaaw ma muuqataa mise ma muuqato mar hadii ciidamadii mikrofoon loo dhibe odayaashii la keenay oo aan u jeedno oo ilayhiin bir aan ku qabanayna harto way muuqataa xasan ay kooxdiisa inay doonayaan inay qasab wax ku wadaan way muuqataa laakiin mid iga qor هذي هل مامل قبلات كميت عشان كمامل قبلات ميت كميت هذي وور يدو اللي دونه إن لخص ب أو حبل لجوريدو وحد أغاني ساس عشان يكون دي ميت كدرن إن يدعي دونت أو سومالي إن ديب دم بعشان شو أمني دونين أنا اللي سكرنج وأنا اللي سكرنج كعدونا إت ما أنت إت كعدك مجرتو شلي دتك وحبا ما هي سنين ما أنت قفك وير نك أولي تما أنت قاري شو قاري شو أو ركبن ما فهمي سا هذي فضات كاس أوضاع والله أو بلا أطلع الصومالي دين تم بنش كأمين يسو إن إد ما قفشن كرتو أنت عيرة هذي اللي سلوا ذكرن والجوين يا تاسع حقيقة أدي أدو ما سيهاي يوسف متحلل بوها استوديا إس إم سي نجور رماي وأنا ما عندنا قينا سيد في عنا أقولك سعيد شيخ قاسم ورالبا قد كوجر الو 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 وحانو مالينا ايا نما مقلاي ورالكاسي ورالليال ماركيسي ورالكاسي ونما مقلي كريوهي شاكدو واحد دا